صافي يوم ما يخنش لهم ان شاء الله. توب على جار كي يدير. طيب بغيت نسولك واش مازال غادي دير زعما غادي تقابل مع داك الصعلوك؟ لا غادي يكون عندنا واحد اللايف اكسبسيون ان شاء الله اللي غادي نناقشوا فيه واحد القناه. نتمنى الاخوان جميعا يدوروا غادياتهم. غادي يكون عند مريم فاميلي. مريم فاميلي واحد الوقت عندها لاباج ديالها ما شاء الله عليها. من بعد اللايف كان عندها واحد يعني كان عندها تحليل خاص وكان عندها تحليل زوين، ورغم بغاو يضحكوا عليها شي ناس الساعه ما مشاتش معاهم، رغم ان كان حتى الفيزازي كانوا كيجروه باش يقول شي هضره اللي ماشي هي هذيك ما مشاش معاهم. اما هذاك ما ظنيتش هو باقي يطلب يتلاقى معايا، ولا طلب يتلاقى معايا انا راه تنقولها لكم ما تخافوش مني راه غادي نعاود نتلاقى. وحيد نساء ايوا انت غادي تحنين. تحنين انا غادي تحنين ما كتبغيش تجرح، وانت ملي كتشوفو ملي كتشوفو قدامك الاحراض ديالهم اللي تلاقيتي انا فهماتك، حيت باقي عندي بزاف ديال الحوايج. هو راه دابا ملي كتمشي للحمام كتدخل الصاله الاولى الصاله الثانيه كدوز للتشلال وكتخرج، وحنا خلينا الدري بلا تشلال وانا ما بغيهاش يجي عندي باش نعاود ندير ليه شي تشليله ديال المعقول ان شاء الله. سير انا كنطلب منك غير ملي تشوفو شوفو كصعلوك وشوف موراه التبون وموراه هذاك الاخر ثاني داك المهم تلاقاه هذاك هو والله لا يرتقي الى ان يكون صعلوك، لان كاين الشعر ديال الصعاليك ما شاء الله. عرفتي الشعر ديال الصعاليك الا قريتيه راه ما شاء الله واحد الشعر زوين. هو ما لا يرتقي الى ان يكون صعلوك. انا قلت له راه لا انا قلت له العبد ما وصلتيش للقيمه ديال العبد. فنتمنى انا الاخوان كون قراو هاد النويطات هادو غادي يتمتعوا باللايف، ولكن كاينين اللي كيخسروا علينا ديك الحلاوه ديال اللايف. يعني ها كنساليو حنا كيقولوا سعد الشرعي وكيتعايد لينا الملك واه يا ناري واه اللي خرجوا يندبوا ومالكم ياك لاباس الملك حتى الملك فين مسوق لك ولا مسوق لللايف ديالك؟ الملك راه مقابل المغرب حتى. واش الملك مقابل هذيك لاباج عندك حتى في الفيسبوك ولا في التيك توك راه تعاير فيها الملك؟ بنادم مريض بنادم خصو مصيبة كحلة والله. وراه يلاه تهنينا من واحد خينا وتقولي خلاو ليه الملك يقابلو بالرضاعة ديالو، تقولي الملك باقي صغير بيبي وبالرضاعة، ناري الملك ناري عيرو الملك ناري قالو على الملك ناري داروا الملك. سير الله يعطيك مصيبة سير ابعد منا انت صدعتينا. قول لك ياك فوقاش مد اليد ديالو ياك من بعد ما في القنوات ديالهم الرسمية يعني داروه كاريكاتور بحال واحد. لا شوفي الملك انت ما عبرهمش. شتي الملك لم يعبر الجزائر وخلاها كترتق. الملك ما عطاش قيمه للجزائر بصفه نهائيه. هما دابا علاش كيطرطقوا كيقول لك وعلاش ما تجاوبوناش حنا طلبنا استفسار. تطلبتي استفسار مناش انت اش بغيتي يشرح لك؟ العربيه راه دواو بها انت اش من استفسار بغيتي؟ اشنو بغيتي نبقاو حنا ديما نشرحوا لك هاد التكرار باش كيفهم الحمار؟ ما انت راك بنادم. هذا الشعب السياسي هو اللي كيقول بغينا استفسار ومسكين ما فاهمش. اما النظام ضد الحرام راه يديرها بالعاني، راهم عارفين راه عارفين هاد الشيء. واش واحد كيقول لك اجي تجلس معايا في الطبله وانت كتعذر وكدير راسك ما سمعتيش؟ راه موالمهم هاد الشيء اللي هما فيه. راه الشعب الغبي هو اللي عبالو بان راه النظام ديالو صادق وراه بحال شي كذبه كذبوها عليهم وهما سيقوها. هما كيقوها اما الشعب اما النظام راه كيقول هما طرحوا مشكله المخزن ديالنا قال له اجيو للطبله وحلوها. هما ما كيشوفوش الشعب ديالهم شنو قال النظام، كيشوفوا غير النظام شنو كيقول. اللي قال هذا النظام صافي مشى ولا وما بغاوش يديروا لنا حاجه. ورا قال لكم اجيو للطبله تحلوا المشاكل ديالنا. دابا المشكل ما كايناش الطبله اختي بنت الاطلس. لوقيت اللي يكون عندهم طوابل راه على الفوطوي علاش جلس السينيغالي راه مفرد كيما الطبله راه الله يحضر السلام. بنت الاطلس شكرا جزيلا. خلينا ندوزو لعند سيف الدين. اوكي كملي ختمي الا بغيتي تختمي. حاجه وحده هو بعد المره ملي كنشوفك فعلا جالس كتحاور مع داك الصعلوك
كنبقى نقول ديك المقوله اللي كتقول ياتي اهل الحق لحظه يظنون فيها انه مجانين من فرط الوقاحه والثقه التي يتحدث بها اهل الباطل. باطل فعلا كيوقع للمغاربه ملي كيكونوا مع الكراغيله. والله الله المستعان. رغم انهما هما على حق وكيبقاو يشوفوا فيهم يسكتوا، كنبقى نقول شو سبحان الله العظيم، والله الا قربت القيامه تقوم. ايوا المهم شكرا اختي، بارك الله فيك، شرفتينا، جزاك الله بخير. سيف الدين تازا يا تازا. السلام عليكم خويا. مرحبا خويا سيف. تحياتي الرجل العظيم، بارك الله عليك. تحياتي لخويا كمال والاخ يوسف والاخوان اللي راهم هنايا في اللايف، تحيه تقدير واحترام لكم جميعا. انا اسمع نقول لك اخويا ياسين، والله لا يحز في النفس ديالي لما ارى المغاربه يطعنون في ابن البلد ديالهم او في ابناء البلد ديالهم. وما يوجعني اكثر ماشي اي مغاربه، ولكن لما ارى ان من يدعون انهم ملكيين وطنيين في البروفايل ديالهم الرايات وصور الملك وتبينوا انهم يدافعون عن الوطن الملكيه بشراسه، وتيجيو ان انا اللايف تبعته ربما لقيته دازني بواحد 40 دقيقه على ما تنظن، كنت نتفرج. انا قلتها لك ذاك المره بكل صدق، وانا لا ارميك بالورده اخي ياسير، قدر ما اقول من الناس اللي تيشفيو لي الغالي ديالي ثم الاثنين. قلت شحال هادي انت وكمال، يعني ربما اللي تيخليني انا ربما تنتفرج تستمتع بالفراجه بالمفهوم. انا لما تفرجت البارح في اللايف ديالك كنت في المستوى الرائع انا بالنسبه لي كسيف الدين، وتنعرفك لسنوات وتنعرف المبادئ ديالك لا تتغير. تفرجت البارح وكنت في المستوى اللي كان خصك تكون فيه، واللي قال العصيده بارده كما يقولوا المغاربه يدير يدو مرحبا، اللي تيقول اللي تيدعي الوطنيه وكسميتو. انا الاغلبيه ديالهم تنشوفهم في اللايف والله ما تنستفد منهم ولا جمله مفيده سوى البهرجه والتمثيل والشعارات الفضفاضه والدعاء الوطنيه. انا اقول لك اخي ياسير، ياسير نعم، انا ما يخوفني ماشي هاد المعارضين اللي كيطلعوا في اللايف واللي باين للعموم وباينين في الواجهه معروفين، انا اللي تنخاف منهم هما هذوك اللي مغلفين بالوطنيه، مغلفين تياخذوها كواجهه من اجل قضاء الامور الشخصيه ديالهم او الاسترزاق. والكثير انا كنت في الوسط ديالهم 2017 من حراك للريف لهنا وتعرفهم كلهم تقريبا، كاين بعض الجدد اللي دخلوا وانت تعرفهم كذلك. في الاخير هاد الناس هادوم اللي كانوا يدعون هاد الوطنيه وحب الملكيه وحب الوطن والدفاع عن التوابيت والى غير ذلك، رجعوا في الاخير تيديروا اللايفات على بعضياتهم تيقذفوا في بعضياتهم. ماشي تقول لك 2018 و19 رجعوا يهاجمون بعضهم البعض وتيسجلوا بعضياتهم في البريفيات وتيخرجوها للعلن وتيهاجموا بعضياتهم اقدح نوع. وكاين فيهم اللي دخل السجون، نقدر نذكر الاسماء ديالهم انا لا يهموني، كانوا دخلوا السجون هذوما الوطنيين اللي كانوا في الواجهه اللي كانوا يدعون الوطنيه والشراسه الى غير ذلك. من بعد ولدك على سبيل المثال واحد الاخ كان صديق ديالنا تتعرفو انت ياسين، نعم، كان دعات واحد الاخت في المانيا بالتشهير، دعات في المغرب ولما فاش دازت المحكمه مراكش في السؤال القاضي قال له انا وطني وادافع عن الوطن، وقال له ما نعطاك لك الحق بان تدافع عن الوطن. يعني وخذا 6 شهور خذاها بارده، خذاها 6 شهور باطل، فقد الخدمه ديالو،
قد بزاف د الحوايج حياته تدهورت، خرج من ولادو بقاو فاتي يدخلوا البريفيات وتجمعوا الاخوان تنتعاونوا باش تنصيفطوا لهم. يعني علاش خويا علاش دك هذه الامور هذه؟ علاش دك هذه الامور؟ اذا باش نقدر نقول لك انا هاد الناس هادو ما اللي هاجموا وتا نشوف لي لايف انا تنبقى هي من البعد ما تنبغاش تدخل لان تنعرف الخبث ديالهم اخي ياسر. انا شنو ملي تلقى انت ولد بلادك وطالع وتيقنعك يقنعك في النقاش بمستوى راقي وتيخلي داك الترغو اللي تيبهدلو تيجرجرو تيصبنو تيرجعو بحال الكلب بأدلة دامغة ماشي غير بالكلام فارغ. يعني من العيب والعار انك تمشي وتضرب هذا ولد بلادك وانت الهدف ديالك ليس الظرف الشرعي ولا الظرف ياسر ولا ان ما عجبني كل هدف دير لي لايفات على ياسر انك باش لاثاره الانتباه او باش تطلع لك المشاهده. الوطنيه لا تباع ولا تشترى. راه اللي بغى الربح يمشي يرقص في التيك توك ولا يدير شي حاجه اخرى يبعد عليه الامور اللي تتعلق بالوطن. الفلوس كاينه في حوايج اخرى، سيروا ديروا التيك توك فيه بزاف ما يتدار. خليو عليكم الوطن وخليو عليكم رجال البلاد اللي عندهم الحرقه على بلادهم تيدافعوا على بلادهم حبا في بلادهم ماشي استرزاقا او البحث عن اشياء اخرى. انا هذه رساله نوجهها لهاد الناس. هذا ملي تطلع الاخ ياسين عاود في شي لايف وتهضر شي امور هكات البلاد تجيب صوت ولا شي حاجه اش قلتو لك راه غير يسمعوا اش قلتو كذا بحال دابا انت تهضر ديك الامور هذه. ولا دابا تنقول لهم انا ملي تجي انت دابا تهضر انا كمواطن تنهضر عادي في هاد الامور وتجيك هاد الغيره وهذا كسميتو على الوطن سير وقف يدك شوف خيخي في البلاد اللي فاضحه لك البلاد واللي تطيح لك من الكرامه ديالك ومن القيمه ديالك ومن التمغربيه ديالك ودخلت البيوت الاسر وتتعري واحد الواقع المؤلم. واش هذه كافيه ان الكراغيله تتفرجوا تيجيبوا فيها فيديوز؟ واش عاد طلعتي في الدين دابا مثلا غيتفرجوا في الكراغيله ويمشي زعما ينقلوا مني باش يعايروا؟ هذا كلام فضفاض. هذا كلام كل والمنطلق ديالو اخويا سيف الدين. كاين اللي ما فاهمهاش كاع باش مبوقله. مثلا الناس اللي خرجت كتصيد في الماء العكير على الفيزازي مع سعد الشرعي وشرحوها بان سعد الشرعي قد انقلب والفيزازي قد وهما فاش جاوبوا بعضياتهم هذا قال له انا اعتذر وانا قزم والفيزازي من اللي جاوب قال له انت ابني يا ابني ويا اخي هكا. اليوم الفيزازي يلتقي باسعد الشرعي بمدينه طنجه. واذا نتوما فين محلكم؟ اذا نتوما ما كتقراوش حتى الميساجات اللي كتعطى في اللايفات عباد الله لي ديبا اللي كيداروا كتفرجوا فيهم بواحد الطريقه عفويه لواحد الدرجه ما كتصورش. مثلا ملي كيشوفوا ياسر تيقول الاسعد الشرعي انت وفلان تامرتم علي وشافوا هاد غير انا تهمت فلان وتهم. راه قرا كيفاش كيمشي النقاش، قرا كيفاش كتمشي الهضره، قرا كيفاش اقيم الحجه على من جاء هو كيقول جاء لي يناظرني. انا قمت اقيم عليه الحجه بانه هو دار اتصالات باسعد الشرعي. انا بغيت نوصل لكم هذاك الميساج ولكن للاسف وعباد الله ما كيوصلهمش الميساج. انت كتغمز فيه وكيقول لك علاش كتغمز فيا؟ وانا راه كنبين ليك بان هذا السيد راه كان كيتصل باسعد الشرعي وكيطلب وكيزاوك كيقول له ما تدخلش ما تطرحش سؤال ما تقولش ما تديرش ما تحددش ما تصايبش. اذا هو راه جاي المناظره بشروط جاي بزاف. انا وصلت لك هذاك وانت شي ياسر تبين بانه مسكين اودي انا راه ما قلت لك لا مسكين لا والو هذه راه طرات ولكن للاسف قال لك خالد بن الوليد مع الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا شي اسرى فقيل لخالد بن الوليد ادفي الاسرى. خالد بن الوليد استعمل بزاف ديال النباهه ديالو مشى لدوك الاسرى غيز ليهم كاملين ذبحهم كلهم قتلهم. هو اش قرا ديك ادفي الاسرى قراها على اساس انها يجب ان تقرا ما وراء السطور. وحنا كيطرى معنا العكس. انت كتقولها ليه طاي طاي كتبينها ليه هو انت باغي كتفرج باغي تضرب اسعد الشرعي كشخص كتفرج انت الهدف ديالك هو هذاك ياسير تنزل مو من تم
كشخص. وخير ما يزكي هذا الكلام ان بداك الحقد وبديك الكراهيه وبديك التكاسوليت ديالهم جابوا توتو وجلسوها معاهم وكيناقشوا على اساس انا المهم مشاو يعزيو فيها كيعزيوها جيب لها السكر وجيب لها كل شيء وهي ميته ولكن هما جايين كيجمعوا معاها لا راه انت كنتي والله قد افحمتي والله قد والله. المهم سيف الدين شكرا لك اخي. خلينا ندوزو عند الحاج يوسف هنايا معنا السي يوسف. كلمة أخيرة. أوكي تفضل أخي سيف الدين كمل ختم أخوي. أنا سؤالي نقول لك أنا واصل أخي ياسر واصل حنا الأمور هذه خصها تجي لك قوة وتجي لك معنى يعني هاد الناس هادو وهاد الناس هادو حاول ما أمكن يكون التعامل ديالك معاهم شوية الحاضر. هاد الناس هادو ماشي أي واحد غتثق فيه. لا أنت لا الأخ كمال حتى الأخ كمال صراحة كلمة حق. انا كمغربي تنفتخر ملي تنشوف مغاربه بحالكم كما هكا بهذا المستوى الراقي وتتهضروا بحقائق تتهضروا بالتاريخ تتهضروا باحصائيه تتهضروا بالامور على الارض الواقع. انا تيعجبني الحال يعني تتجعلوا داك الكراغيله تدرجوهم تستصغروهم تدرجعوهم تضرب بحال شي قرد في الحلقه. انا اخر كلمه تنقول تحيه تقدير واحترام لكم والشريف يبقى شريف والاخرين تنقول لهم الله يهديكم وبعدوا على ولاد البلاد. الا ما قادرش تدافعوا عن الوطن مسؤوليه وبحب وبغيره خليوا عليكم الوطن لان الوطن عنده رجال اوفياء تيبغيو ديك البلاد على الاقل غير صمتوا. الا ما قادرينش تهضروا ما قادرينش تدافعوا وما عندكمش اسلوب الدفاع ما عندكمش ديك الغيره على الاقل غير صمتوا ولا سيروا شوفوا شي مجال اخر. تحياتي لكم. حفظك الله اخي سيف الدين. ايوا كمال الى عندك شي تعقيب ولا شي حاجه ما تبقاش ساكت بلا ما تحتاج تاخذ. اوكي ندوزو عند السي يوسف تفضل اخويا يوسف. السلام عليكم مساء الخير بارك الله. يوسف معنا نجوى اذا بغيتي نحيدوها هي الاولى بغيتي العجب. سمعتش قلت لك معنا نجوى معنا هنايا اللي بالك. اوكي تفضل اختي نجوى. مرحبا هي الاولى باش ما يقولوش لينا باش ما يقولوش لنا راكم قلال الاداب ولا شي حاجه. راه يوسف راه كيتصيدوا اصغر حاجه. لا مرحبا لا حاشا لله حاشا. تفضل اختي نجوى تفضلي مرحبا بك. السلام عليكم وشكرا خويا يوسف. مرحبا اخي ياسر اللي بغيت نقول لك نشكرك بزاف 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 على الاسلوب ديالك اللي كان راقي وفي المستوى وعبرت على الاصل نتاع المغاربه اللي هما يعني ولاد الاصل ما يهبطوش المستوى ديال الخبث وديال الخبث الملغوم ماشي خبث 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 الشياطين. الشيطان سلب المهمه ديالو ومشى فحالو. المهم دو توت فاصون ما قدرش يجبد المستنقع نتاعو مع انك كنت كتقصف واحد الطريقه اللي فهمها غير الانسان الذكي الدبلوماسي. وراه ديجا واحد المره طلعت معاك فاش كنت كتسنى شي جزائري طلعت انا وقلت لك علاش ما تصوموش معانا الا عقلت عليا. قلت لك نحييك على الدبلوماسيه ديالك ما شاء الله عليها. يعني الانسان اللي هو كيف قلت نتايا قلتها لهذاك قريد ماشي خساره فيه اي سميه يعني قلت له الحر بالغمزه والعبد بالدبزه ياك. كان خاصك تقولها تل هذوك الناس اللي ما شافوا حتى حاجه في داك الشيء المجهود اللي حطيته انت وفي هذوك الميساجات اللي كنت كتوصلهم وفي هذاك العصر اللي كنت كتعصر فيه وهو كيخرج العصاره ديالو يعني عصرته مزيان تخرج شي حوايج باللا ارادي قالهم ورط نفسه فيهم. يعني حتى واحد ما شاف هذا الشيء هذاك شافوا غير انه الملك تعاير فريمون الملك تعاير ويعني غادتنا في قلبنا وبقى فينا الحال بالحق. يعني الملك راه مالك راه مهما مادام هما كيعايروا في الملك ومادام هما ما يسبوا الملك ومادام هما يقولوا كهذا الشيء الملك راه ما كيزيدوا الا الحب ديال المغاربه فيه. راه مستحيل. واش انا كمغربيه والمغاربه كاملين عايشين في بلادنا وعارفين تاريخنا ماشي قريناه في المدرسه. التاريخ ديالنا راه حكاو لنا جدودنا راه عندنا في البلاد ديالنا وكل بلاد راه فيها زاويه ولا جوج ديال الزاويه. تشوف الزاويه ماذا تعني الزاويه في التاريخ.
هادي راه ما يعرفهاش هذاك القريب، احكي له واش هي، ما معنى الزوايا في التاريخ، الزاوية واش هي في التاريخ، ماذا تعني، ما 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 ما, ما الفائدة ديال الزاوية في التاريخ، علاش نداروا الزوايا، على وشنو هما الأراضي، حنا عندنا متواردة من قرون، ما عندنا الجد، فهمتني يعني جد 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 جدنا كاع هادشي التاريخ حنا ما قريناش في المدرسة، قريناه مع بواتنا مع جدودنا مع الأصل نتاعنا، يعني نهضروا نحشموا هادوك الناس اللي كريتيكيوك ما بغاوكش تهضر بالمستوى اللي هضرت به، يمكن بغاو تهضر بالمستوى اللي بغاو هما. وبالنسبة اللي كيقولوا هذاك كويدر كان يوصل المغالطات ولا كيوصل المغالطات، جامي غادي يوصل المغالطات، لأنه مادام واش داك الشيء اللي كيقول هو الناس غادي يثيقوه، غادي يكذبوا الواقع اللي هما عايشينه، الواقع اللي حنا عايشينه في المغرب نتاعنا. وغادي ننتقى انا واحد انسان خارجي جاي من برا يقول لك هذيك دايره وكذا وريان وهذه ومنا، وريان راه امه عنده الارض اللي انت ما عندكش، وانا قلتها له في لايفات ديال العام اللي فات في الواقعه ديال، كنقول له انت عندك قطعه ارضيه ما عندكش، هما عندهم قطعه ارضيه في منطقه جبليه ما لقاوش الطريق منين يدفنوا، سي نورمال راهم عايشين في الجبل، انت تقدر تمشي تعيش تما، عندك الزيتون كي عندهم، عندك الزيت كي عندهم، عندك هذه يعني في شكل، هما ما غاديش يعرفوا يعيشوا حياتنا ولا يعرفوا الاصل ولا يعرفوا التربيه ولا يعرفوا الحشمه ولا حتى شي حاجه، هذاك الانسان شيطان في صوره انسان، وكيسحب له مادام راه يضرب في الملك ويعاير في الملك غادي حنا نكرهوه ولا حنايا سميتو. بغيت غير تقول له واحد الحاجه وحده، قول له يمكن انتما يعني مهم دوتو تفاصل ما ليش نقول يعني أنا كنت كنشوفه قدامك بحال واحد النكتة كانوا يقولوها بكري، واحد مشى يخطب وكيسولو كيقولوا له انت واش تخدم، يقول لهم با معلم، انت ولدي واش تخدم، يقول لهم خويا عنده الارض، انت ولدي انت، وانت اللي جيت تخطب بنتنا واش تخدم، انت تهضر معاه ويقول لك حنا عندنا شهاده، حنا عندنا توره، حنا عندنا شهاده، حنا وانت انت شكون انت اليوم الشهداء ماتوا الله يرحمهم الله يرحمهم، وهذا زعما الصراحه والله العظيم اكبر شهداء دركي يكونوا مساكن ندموا اللي حروا ديك البلاد وخلوها لهاد سيغتو لهاد القريد هذا، والله يكون ردمهم مساكن، الله يرد بهم اختي نجوا هذا ما نتمنهم، الله ندعيو ليه الله يرحمهم الله يرحمهم اخويا.